السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف يكون له علاقة بسيو اليوتيوب لسنة 2023. ما الذي يجب عليك معرفته؟ ما الذي يجب عليك الانتباه إليه؟ وكيف يكون لديك القدرة أنك تعرف ما هي المستجدات وتكون متواكب لهذه المستجدات؟ لأنه يعني مسألة السيو تستمر وتتغير وتتطور، هناك تحديثات تقريبا كل شهر كل أسبوع لها علاقة بالسيو، ويجب عليك أن تواكب هذه الأمور. وكيف تقوم بمواكبة هذه الأمور؟ المسألة بسيطة جدا. أنا جربت لك برنامج، أستخدم هذا البرنامج تقريبا 3 سنوات بدون أي مشكل، واستطعت أني أحصل على ترتيب جيد وقوي في بعض الكلمات الدلالية، ويكون عندي زيارات مستمرة ومجانا طبعا عن طريق هذا البرنامج. هذا البرنامج فيه النسخة المجانية أوكي محدودة، لكن نكون صريح أكون صريح معكم، هناك نسخة مجانية محدودة، لكن هناك عضوية أيضا بريميوم يمكنك الاستفادة منها. لكن في البداية يمكنك أن تبدأ بالعضوية المجانية، وبما أنك عربي وإذا كنت مغربي مثلي أنا فأنا على يقين أنك سوف تجد طريقة لكي تتلاعب وتستخدم النسخة المجانية كما لو أنها مدفوعة، إذا كنت تفهم ما الذي أقصده. سوف تجد رابط التحميل أو رابط الاستفادة من البرنامج في الوصف، انقر على هذا الرابط سوف يحيلك على النسخة وهذا البرنامج، والبرنامج يمكن تصطيبه مثلا على جوجل كروم، على موزيلا الى ما غير ذلك. انا سطبت البرنامج اوكي. بعد ما سطب البرنامج سوف تربطه مع قناه اليوتيوب الخاصه بك، وبعد ما تربطه سوف تكون عندك واجهه عليها مجموعه من الامور، مجموعه من الادوات الى ما غير ذلك، تكون على هذا الشكل اوكي. هذه الادوات اذا كانت مجانيه سوف يكون بعض الادوات اخرى يكون عليها حجب او سيكون نوع من التقييد. انت حاول ان تستخدم هذه الادوات التي هي متاحه بدون تقييد او عليها، او حاول تستخدم البرنامج بشكل عام، حاول ان تعتاد عليه. في عندنا الكيورد اكسبلورر يا سيدي، هو انت سوف تكتب كلمه دليه، مثلا تود مثلا ان تبحث عن فلوجات اوكي، نقوم مثلا نكتب بوستون نيوز ودر، مثلا نبحث مثلا عاد البوستن نيوز ودر، مثلا لا تود ان تقوم بانشاء فيديوهات لها علاقه بالبوستن نيوز ودر اوكي. هنا يا سيدي يقول لك هذه الكلمه الدلاليه مميزه يعني جميله لديها بحث تقريبا قوي، سيرج فوليوم يعني خيالي، المنافسه تقريبا يعني ايضا منافسه قويه، ولكن تقريبا شد معي عندك يا سيدي فيديوز ان سيرشرز تقريبا 11 مليون نتيجه على محرك يوتيوب، وليس هناك تقريبا تقييم للمشاهدات عدد المشاهدات، لكن هذه كلمة دلالية قوية، وإذا ضبط الثمبنيل ضبط السيو سوف يكون لديك نصيب قوي منها، وهذا نوع من المحتوى الذي أنا أشتغل عليه. الويت أو أنويتد كيف يعني؟ هو إذا نقرت على أنويتد يعني لن يقوم بمقارنة قناتك بهذه الكلمة الدلالية، وإذا قمت بمقارنة ويتد سوف يقول لك يا سيدي أنت المحتوى الذي تنشره اذا كان وعلاقته بالكلمة الدلالية هو قوي اوكي، فانا نوعا ما نقول يعني الجيد. انت في البداية اذا لم تنشر اي شيء حول كلمة الدلالية، انقر دائما على انويتد لكي لا يقوم بقياس قناتك مقارنة مع هذه الكلمة الدلالية. اذا كنت دائما تنشر محتوى له علاقة بالكلمة الدلالية فدائما انقر على ويتد حتى يحاول ان يقارن قناتك مع المحتوى. كم شد معي هنا يا سيدي يقول لك معدل المشاهدات هو 3000، انا تقريبا 900 يعني 900 مشاهدة مقارنة مع المعدل، يعني انا لازلتني ضعيف جدا مقارنة مع الكلمة الدلالية اوكي. وهنا يعطيك كلمة دلالية لها علاقة بالكلمة الدلالية التي قمت بكتابتها، مثلا نقول هنا فلوجز، كما يقول لك يا سيدي كلمة دلالية جيدة 46% تقريبا 2 مليون عملية بحث كل شهر، تقريبا 6 مليار الفيديوهات على محرك البحث، وهذه هي الكلمة الدلالية التي يبحث عنها الناس كل شهر، عفوا التي متاحة، يعني الكلمة الدلالية متاحة يبحث عنها الناس، ويمكنك تغير 30 يوم ولا 12 شهر يعني سنة، وسوف يعطيك مجموعة من الكلمات الدلالية يمكنك استهدافها، يعني هذا له علاقة بالكلمة الدلالية تقوم أنت بكتابتها، فهذا موضوع تقريبا محدود، فبالتالي الناس يبحثون عن فلوج لشخص معين، أوكي؟ فهذا
روتين دائما أقوم به، وأنا دائما أبحث عن الكلمات الدلالية، وأيضا أقوم بهذا المسألة وهي أنا أريكم هنا هذا الشيك ليست. أوكي تشيك ليست، هذا الشيك ليست أنا دائما دائما عندي تشيك ليست أقوم بها، دائما أبحث عن الكلمات الدلالية، وأنا أيضا أستخدم هذا التشيك ليست من الموقع. يعني يا سيدي أنت قبل ما تنشر أي فيديو دائما حاول أن تبحث عن الكلمات الدلالية، بعد أن تجد الكلمة الدلالية ولا علاقة بالموضوع إلى ما غير ذلك، تحاول أن تقوم بتجهيز التمبنيل للصورة الرمزية، تجهيز الكلمة الدلالية داخل الفيديو، الوصف، العنوان إلى ما غير ذلك، ترفع الفيديو، تقوم بإضافة الكلمة الدلالية، تضيف الصورة الرمزية، تحاول أن تضع الفيديو يعني خاص، لاحقا تضع أنليستد يعني فقط من لديه الرابط، وتقوم بإعطاء الرابط للأصدقاء وتطلب منهم مشاهدة الفيديو حتى يكون لديهم فكرة، يعطوك تقييم، وأيضا تحسن تجلب بعض الزيارات لأن هذا مهم. أيضا تشاهد الفيديو، تحاول تأكد أن الفيديو HD قبل ما أن تنشره، تحاول تأكد أن الفيديو ليس فيه الصوت نظيف، الجودة، ليس هناك أي خطأ في المونتاج إلى ما غير ذلك. بعد تنشر قبل ما تنشر الفيديو تضيف الكاردز أو ما يسمى بهذا الروابط التي تكون داخل الفيديو، تضع بعض الأمور الأخرى يمكن نشرح لها الآن سكرين لما غير ذلك. تنشر الفيديو، قبل ما تنشر الفيديو عفوا تقوم بالتعليق على الفيديو، كما شاهدتم معي هناك العديد من القنوات تقوم بالتعليق، أصحاب القنوات ينشرون شكرا لكم على المشاهدة، نلتقي في الحلقة المقبلة إلى ما غير ذلك. هذه المسألة مسألة مهمة، لا تحسن ترتيب السي، تحسن نوع التفاعل على القناة إلى ما غير ذلك. وآخر خطوة هي وتنشر الفيديو وتحاول مشاركة على موقع التواصل الاجتماعي، تقوم بالتعليق وتعلق على من قام بالتعليق على الفيديو إلى ما غير ذلك. هذه البلايليست أو هذا التشيك ليست يجب عليك احترامها، فتساعدك على تحسين الترتيب الخاص بك. أنا في عندي تقريبا 3 قنوات 4 قنوات إن صح التعبير، قناة رسمية التي تشاهدون منها الآن لديها عضوية بريميوم، ولدي أيضا 3 قنوات أخرى عضوية مجانية، لكن بما أنني مغربي فأنا أستخدم هذا العضوية البريميوم وأطبق نفس الإعدادات على القنوات الأخرى عوض ما أقوم بشراء 3 عضويات أخرى. أوكي، وصراحة يعني البرنامج يشتغل بدون أي مشكل ويشتغل بشكل سلس، وهناك العشرات من البرامج السهلة. أنا فقط أنصح بهذا البرنامج بحكم أنني أستخدمه تقريبا مدة 3 سنوات، وأيضا أعرف ناس يستخدمون البرنامج هنا بكندا ويحققون أرقام خيالية فقط لأنه البرنامج يساعدهم على تحسين السي وتحسين الترتيب إلى ما غير ذلك. نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة، لا تنسوا نقرأ على المتابعة، لأنه إذا كان هناك اهتمام سوف أشرح لكم العديد من الأمور التي علاقة بالسي على يوتيوب، ونلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة.